أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعب العلمية رياضة، وأكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط. حالة من الاطمئنان والهدوء سادت أجواء امتحاني الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة لشعبة الرياضيات، حيث أشاد الطلاب بمستوى الامتحان مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط. الامتحان هي مسأله سهلة، هو بس مسأله طويلة، بس هي سهلة مش أكتر. جات لكم من المنهج؟ جات لنا من المنهج أه تمام، بس مش فيش أي حاجة يعني جات من بره المنهج غير حاجات قليلة قوي كانت محتاجة بس شوية تفكير مش أكتر. الامتحان مش صعب، هو فوق المتوسط، بس هو كان محتاج وقت طويل، يعني هو كان محتاج وقت اكتر، يعني حبه حلوين من اللي كانوا موجودين، يعني ساعتين مش كفايه خالص، على الاقل ساعتين ونص. وعلى الرغم من اشاده الكثير الى ان البعض يرى ان الامتحان كان صعبا ويحتاج الى المزيد من الوقت. الامتحان كان صعب وكان محتاج وقت كتير، يعني الوقت ما كفاش خالص. لا هو جه من جوه المنهج بس الاسئله صعبه، وجه من بره المفاهيم، بره المفاهيم مالهاش لازمه اصلا، محطوط في حاجات كتير قوي بس مالهاش لازمه جايه من براها. فوق المتوسط بتاع 5 أسئلة كده بس، الباقي يا متوسط يا سهل بس. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ أكثر من 700,992 طالبا للشعبتين العلمية والأدبية داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات. وسط إجراءات احترازية أدى طلاب الثانوية العامة مادتي الجبر والهندسة الفراغية، وسط تباين لآراء الطلاب في هذين المادتين. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.